رغم صغر حجم دولة الكويت على الخريطة، إلا أنها بقلوبنا وايد كبيرة، إلا أن ما تتمتع به من ديمقراطية وحرية إعلامية ساهمت في زيادة أعداد الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة مؤخرا من صحف ومجلات ومحطات تلفزيونية. لكن هل يستوعب السوق الكويتي يا ترى هذا الكم الهائل من الصحف والمحطات؟ معنا اليوم الدكتور محمود موسوي، استاذ الاعلام في جامعه الكويت، والاستاذ منير حمزاوي، مدير اداره الدراسات الاعلان من شركه ايبسوس. ولكن خلونا نشوف شغله صغيره. رجعوا لنا. والله على ما اعتقد ان يعني كثره الشيء ما يخليك تندم، يعني تعرف المصداقيه وين. فالشغلات الرئيسية هي أهم شيء، مثل الإعلام المعروف طبعاً ما راح يستحمل كل هالكم الهائل من المحطات، لأن مثل ما لاحظنا في الفترة الأخيرة في كم من محطة سكوا بسبب الخسارة المالية اللي حلت فيها. والله المحطات اللي نتابعها يعني كذا محطة، لكن في محطة عن محطة تختلف. في محطة مثلاً نتابعها مثل الجريدة اللي نقراها يعني هالأيام، يعني فهذه المحطات اللي احنا نحب نتابعها. الكم الهائل من المحطات والصحف، في منهم لهم داعي وفي منهم ما لهم داعي يعني بالمجتمع عندنا هني. والله المصداقيه تكون يعني الجريده هذه مصداقيتها اوكي وانت تعرفها يعني اكثر، فما يحتاج ان نسمع الخبر من شيء ثاني. يعني في محطات مفيده ومثلا تنقل برا الديره بالخليج وبرا، في محطات ما لها معنى بس داخل الديره ما تنقل كل شيء مثلا. وفي محطات يعني بيني وبينكم يعني ان تجيب شغلات تفيد الناس وتفيد المشاهد بنفس الوقت وتفيد المشاهدين حتى من خارج دولة الكويت. الاعتماد الكلي في الواقع في مو على المادة الإعلانية المنشورة، الاعتماد الكلي في هالوقت على المسجات وعلى شركات التليفونات. بالنسبة للمحطات اول شيء على حسب الإقبال الجماهيري لها. اللي يجذبني في المحطات لمتابعتها المادة الإعلامية الساخنة، السبق، ونفس الواقع يعتمد على الصحيفة إذا كان سبق صحفي. الصحف هم نفس الشيء، في صحف مفيدة ويعني تقراها فيها أخبار أول بأول ونزل بسرعة، في أخبارها يا كاذبة يا شيء كذي يعني. لما واحد يشوف قناة ولا هذا وشيء يعني ما يشوف شيء يعني يشده وايد أساس أو شيء مفيد إن أنا أطالع القناة هذه، فأدور قناة ثانية بالتلفزيون. المحطات الإعلامية، المسلسلات القوية، الدراما الشيقة، الكوميديا بعد. الصحف والله على حسب المواضيع اللي تشدك لها، على حسب الكتاب، على حسب الخبر، كل خبر ونوعه، كل خبر ومقالة وكل يعني على حسب الكتاب اللي فيها. الجريدة ان ما في حس المصداقيه او ان الخبر المفيد اللي راح يفيدني يعني، فاضطر اني اروح ادور جريده ثانيه. نرجع معاكم موضوعنا اليوم، موضوع تعدد وسائل الاعلام في الكويت تحديدا. دكتور محمود، يمكن ابلش معاك سؤالي الاول. يمكن تكلمنا كثير بجامعه الكويت عن هذا الموضوع قبل الطفره اللي صارت، ان نقول هل السوق الكويتي يتحمل هذا الزخم الكبير من وسائل الإعلام؟ إحنا الحين فيها يعني ما شاء الله صار عندنا مجلات كثيرة، صحف، إذاعات، حتى تلفزيونات. فبرأيك السوق الكويتي يستوعب كل هذا الكم الهائل من الإعلام؟ طبعاً أحييك أول شيء في بداية البرنامج وأجاوبك على هذا السؤال وأقول لك إن وسائل الإعلام هي أصبحت صناعة، فمن يملك المادة طبعاً يستطيع أن يبدأ في هذا المشروع اللي هو بالنهاية هو مشروع تجاري، يعني لازم نقر هذا الشيء. فوسائل الإعلام تعرف أن لها تقدم خدمات كثيرة للجمهور، ومن ضمنها يعني الترفيه والتعليم والأخبار هذه. وأنا توني قاعد أسمع ردود المواطنين، يعني حقيقة هي هذه هي بعض الإجابات موجودة في إجابات هذه المواطنين. ليش؟ لأن الجمهور متباين، الجمهور يبحث عن ما يرغب في مشاهدته وما يسمعه وما يقرأه في الصحافة. صح. فهذه هي وسائل الإعلام، هي بالنهاية تقدم للجمهور مادة. وإحنا في هذا العصر يعني خصوصا في الانفتاح التكنولوجي والانفتاح حتى في الحريات، القانون المرئي والمسموع اللي أصدره مجلس الأمة طبعا فتح الباب أمام ملاك
خلينا نقول والتجار في الدخول في هذه الصناعة، ومن يستطيع أن يعني يواجه الإعلام لابد أن يكون عنده مادة، لابد أن يكون عنده كادر فني، كادر سواء كان بالصحافة أو بالتلفزيون يعني. صحيح. يدفع إيجارات ويدفع معاشات يدفع هذا، هذا بالنهاية هي صناعة، فما نقدر إحنا نقول والله إن هذيل الوسائل الإعلامية الموجودة يعني نحن لسنا بحاجة بها. ولكن يعني يمكن تسمح لي أستاذي، يمكن أستاذ منير وافقني بهذا الرأي ما أدري، إن اللي يعلن أكثر هو اللي عليه الإقبال أكثر، فيستطيع أن يدفع لكادر أكثر والاستمرارية تكون لأكثر. أستاذ منير صح؟ الحقيقة حبدأ شوي أرجع لورا. اليوم هوية الإنفاق الإعلاني بكل دول الخليج إجمالا هي عم تروح باتجاه الصحافة اللي بتاخد حصة قد 80% تقريبا، والصحافة هي بطبيعة الأحوال موجودة منذ الأزل، وسيلة الإعلام المطبوعة قبل التطور التكنولوجي للإعلان المرئي، وكانت موجودة بسوق الكويت من زمن طويل، والمعلن متعود على وجود على الصحافة المطبوعة من القديم. نعم. مثل ما تفضلتي اليوم المعلن ما بيهمه الوسيلة الإعلامية اللي فيها إعلان أكثر، بيهمه اليوم الوسيلة الإعلانية اللي يكون موجود توصل للشريحة المستهدفة أو للشريحة اللي هو بيستهدفها المنتج تبعه. اليوم لحد هلأ المعلنين بيستعملوا وسائل الإعلان بدون أي قياس أو بدون معرفة هل وسيلة هالإعلان هتوصل للشريحة اللي أنا عم بستهدفها أم لا. يعني عفوا نشرح بطريقة أكثر، يعني أعلنوا بس ما أدري إذا هذه راح توصل أو لا. معتمد لهلأ في قسم كبير بيضل معتمد على إحساسه الخاص، على هو شو بيتخيل الأشخاص اللي حوالي وسائل الإعلام اللي بيحضروها إن كان تلفزيونية أو مطبوعة، وعلى الأساس بيأدرج حملاته التسويقية والإعلانية. اللي هو أنا بتخيل الموضوع هلأ صار لا صار لازم يضمن وصول الرسالة الإعلانية للشريحة المستهدفة من خلال معرفة الأشخاص شو بيقروا، شو بيحضروا أي محطات بأي وقت. اليوم المعلن الإعلان التجاري بالنسبة له هو استثمار، أنا بدفع فلوس مقابل هالرسائل الإعلانية توصل للشريحة اللي تستهدفني، بس على الأقل أدفع لي شيء مشاهد. يعني يمكن حسن ما أدري الريتنج، يمكن تحديدا لمتابعة بعض القنوات أو تحديدا لبعض البرامج، يمكن في معلن قد يختار قناة معينة ويختار برنامج في هذه القناة. لا والإعلان تعرف أن الإعلان هذا قوي معناته القناة قوية. هل طبيعة مثل ما تفضلتي الإعلان مثل ما شفنا بنشوف بعض الجرائد موجود فيها إعلانات كثيرة، ومثل ما تفضلتي قلتي بيشوف الإعلانات موجودة كثيرة فبالتالي بيصير ينزل بهالجرائد. أنا بتخيلها طبعا وجهة نظر خاطئة هاي، لأن المفروض اليوم نعرف وسيلة هالإعلان اللي نحن عم ننزل فيها هل عم توصل للشريحة المستهدفة. كل معلن عنده منتج معين، هالمنتج بيستهدف شريحة معينة ما بيستهدف كل الشرائح، فلازم يستعمل وسيلة الإعلان المناسبة إن كانت المقروءة أو المشاهدة مثل التلفزيون باختيار البرامج المعينة. أنا عندي منتج فرضاً بيستهدف الأشخاص اللي عمرهم من 15 إلى 20 سنة، خلينا نقول الفتيات مثلاً، في برامج معينة بالتلفزيون، في مطبوعات معينة لازم استهدفها لحتى تصير حملتي الإعلانية عند أعلى كفاءة. ولكن يعني خلينا نقول المراهنة أن في مجتمعنا الكويتي مجتمع وايد صغير، يمكن المراهنة اللي كانت تكون أن هذه القنوات، إحنا يمكن مجتمعنا وايد صغير صح، فتكرار قد يكون أحيانا في بعض المواضيع في شتى القنوات، بعضها نشوفها قاعد يكمل ويقدر يواصل ويبدع بأنه يكرر المواضيع لكن بمنظور آخر دكتور محمود. لكن هل ترى أن متابعة وتكرار هذه المواضيع لصالح القنوات هذه كلها، ولا في النهاية يوصل إلى نقطة يقول أنا ما أقدر أكمل؟ يعني دكتور محمود، يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني كم ولاية؟ شيء 50 ولاية أكثر. أكثر يعني عندهم من الكم الهائل والأفكار اللي يقدرون ينتجونها ما يقلد في العالم العربي، وهناك لا استمرارية بالسنوات، وإحنا ما تتم الاستمرارية بالمواسم. نعم. 3 شهور يوقف البرنامج. طبعا نتكلم عن موضوع التكرار اللي تكلمت عنه، طبعا هذا تكرار ناتج عن قلة الإمكانيات الموجودة لدى بعض القنوات اللي دخلت علينا الجديدة هذه تعتبر، فالكادر الفني الموجود عنده لا يلبي يعني السوق الموجود والضغط العالي على البرامج، تكلفة البرامج أصبحت يعني إنتاجها في الخارج شوي تكلفتها عالية، فيبدأ بالاعتماد على
الانتاج المحلي في محطته، وهذا طبعا يتطلب انه يكون عنده مهنيين ومخرجين ويعني اللي يشتغلون في هذا المجال. فتلاقي، وهذا انا شاهدت على بعض القنوات الفضائيه الجديده، ان البرنامج لدرجه ان انا ما ادري هذا البرنامج على الهواء ولا تسجيل. صح. والدليل على ذلك يعني ان هذا البرنامج انا اشاهده الساعه الفلانيه ولا بعد كم ساعه هم معاد. هذا يعني يوضح بان فعلا هناك قله في الانتاج البرامجي عندهم، فيعيدون تكرار هذه البرامج. ولكن احنا لا نتسرع ونحكم في هالسرعه. معظم يعني القنوات الفضائيه الجديده او الصحف حتى في البدايه لا تستطيع ان تحكم عليها، يعني انت يبي لك فتره زمنيه معينه علشان يثبت روحه، وبعدين بالسوق هو يعني البقاء للافضل طبعا والاقوى في السوق. فاحنا التكرار بشكل علمي على فكره، يعني احنا ناخذ الجانب الثاني، التكرار بشكل علمي هو مفيد. يعني لو تيجي تقول لي والله انا برنامج منوع، برنامج اعلامي معين اعيده على فترات، ترى هذا مفيد لانه تساعد في عمليات التذكر والفهم. هذه دراسات كثيره في الاعلام احنا نعملها، خصوصا في الاخبار، يعني استخدام الصوره، استخدام الجرافيك، استخدام بعض الشغلات ولو كانت متكرره على فترات معينه. هذه اذا كان هناك هدف تعليمي من وراء لا باس فيه، ولكن التكرار مجرد ان انا ما عندي ماده، فهذا هو الخلل اللي موجود في بعض القنوات. يمكن عشان فرق التوقيت، يعني اكبر القنوات العربيه الان على مستوى العالم قاعده تشتغل نظام 12 ساعه وتعيد برامجها في ال 12 ساعه الثانيه علشان فرق التوقيت بين الوطن العربي والغربي. يعني هذه اجابه قد تكون سليمه، ولكن مش توقيت ان احنا نشوف البرنامج يتكرر كذا مره، ولكن هذه بفتره البث التجريبي احنا قاعد نشاهدها، يعني ما قاعد نشاهدها حتى في الفتره الحاليه. يعني في بعض البرامج ممكن يكون على فتره صحيانه، يعني الساعه 4 الفجر القى، لكن بحكم عملي اطلع ارجع الاقي الساعه 4 يعني العصر معيود. انا قلت ليش، يعني انا مرات الفتره اللي البرنامج قاعد يبث فيه انا مشغول مثلا ما اقدر انا اتابع. فدائما بالعكس احنا ننتظر نشوف هذه الحلقه متى تنعاد. يعني هي فيها فوائد، انا ما اقول انها معناتها هذا جانب سلبي، ولكن التكرار في البرامج مثل ما قلت الجانب الايجابي موجود، ان انا استفيد منه اني اشاهده في وقت اللي ابيه. بعض الناس ما عندها فيديوهات تسجل الحلقه عشان لما ترجع البيت تشوفها، ففي امور معينه لازم احنا نحطها بالاعتبار، يعني لا نستهين في سلوكيات بعض القنوات في اتخاذ بعض الاجراءات من تكرار يعني البرامج. دكتور يمكن في نفس هذا السياق، لكن السؤال موجه للاستاذ منير، يعني موضوع الاعلان في بعض القنوات او في بعض البرامج، يمكن نشوف برا الشركات المعلنه في بعض البرامج ان ستايل الاعلان يختلف تماما. لما تاخذ سبونسر لبرنامج ما تلقى مغطيه البرنامج بشكل كامل. خلينا نقول وعي الشركات، هل اصبح عندنا بالديره كامل بطريقه الاعلان في مثل هذه البرامج؟ يعني عندنا طريقه الاعلان قد تكون باعلان صغير مده 30 ثانيه، لكن لما يكون سبونسر داخل البرنامج ممكن يكون يتطرق بالاكسسوارز اللي داخل البرنامج، خلينا نقول حتى اكسسوارات المذيع نفسه. فمدى وعي الشركات اللي قاعد تحاول تعلن في مثل هذه البرامج؟ شيء طبيعي، وخصوصا بالنسبه للاعلان المرئي. الاعلان المرئي هو، نحن كشركه دراسات براينا الاعلان المرئي هو اقوى وسيله اعلاميه، اقوى وسيله اعلانيه. يعني اليوم في اعلان، ما بنذكر اسماء علامات تجاريه نحن على الهواء، في شركه مشروبات غازيه عملت اعلان جابت فيه عمرو دياب وشاكيرا. نعم. بتتذكر هالاعلان؟ نعم. هذا الاعلان عمره 5 سنين، يعني انا هلا بكلمتين قدرت انت تتذكره. إذا بضل بذكرك بإعلان مرق الصحافة أو مرق على اللوحات الطرقية الأسبوع الماضي، بضل فترة طويلة بذكرك فيه ما راح تقدر. بضل الإعلان التلفزيوني هو أقوى وسيلة لها تأثير، والسوق الكويتي بحاجة. أنا بعتبر محطات التلفزيون الخاصة قليلة موجودة بسوق الكويت، وأكبر دليل هو نجاح تلفزيون الوطن بفترة سريعة. ولكن عندنا كم كبير من القنوات التلفزيونية الحين، ولكن الظهور لمن؟ هذا اللي شوي احنا بنعرفه، وليش هذا الظهور دون عن القنوات الاخرى؟ الظهور نحن حنسميه نسبه مشاهده، خليني اسمي لك الظهور، خليني اسميها كلمه نسبه مشاهده. اليوم نسبه المشاهده على تلفزيون الوطن هي من اعلى نسب مشاهده بحسب دراساتنا. بحسب دراساتنا اليوم المشاهد الكويتي خلال السنين القديمه، خلال السنوات الماضيه كان عنده التلفزيونات المداره من قبل الحكومه، وال يعني الموجود فيها المسرحيات الابيض الاسود، وهل يعني هل ما فيها الدسامه خليني اسميها بمحتوى المحطة. كان الارسال يخلص الساعه 8 بالليل. دخل القطاع الخاص بالتلفزيون، صار في انتاج حديث
بمقدمين بممثلين كويتيين 100%. هذا الشيء لفت انتباه وشد المشاهد الكويتي. اليوم الصحافة مثل ما شرحت لك، الصحافة اليوم الحصة الإعلانية الأكبر بتروح للصحافة. هي برأيي أنا توزيع مانو صحي 100%. أنا بعتبر الوسيلة الإعلام المرئية التلفزيون هي الوسيلة الأكثر فعالية والأكثر كفاءة مقارنة مع باقي الوسائل، خصوصا أنه الصحافة هلأ تحت تهديد الصحافة الإلكترونية. اليوم البلدان العربية هي البلدان العربية الوحيدة اللي فيها طباعة على الورق صحف جديدة. اليوم أقوى الصحف بأوروبا عم تتجه لتحول لصحافة إلكترونية، وبالأخير عم يضل التلفزيون الوسائل الإعلام المرئية هي الوسيلة الفعالية والأكبر. فبالتالي المعلن بحب يعني يستثمر هالبرنامج تلفزيوني للآخر، من الملابس للسبونسر، وطبعا بالأخير هي بحسب الهدف من الحملة الإعلانية. والله شوف كل هذا الكم الهائل إيمان، يمكن حتى قاعد نشوف في ناس تقول ان الموضوع اصبح ان ديمقراطيه، كل واحد عنده راي يقدر يروح للقناه اللي تأيد رايه ويقول رايه فيها. لكن هم يمكن السؤال لنا كلنا موضوع ان في ناس قاعد تقول ان صار انقسام بالضبط، يعني ما احنا عارفين اي قناه ممكن ناخذها، خاصه ان يمكن انا من فئتي اللي يتابعون، في منهم لهم هذه النظره ان انا اطالع على حسب نوعيه الاعلان اللي موجود، اذا كان يرتقي بالمستمع او المشاهد. يعني في بعض الاعلانات تتفق معي دكتور محمود ان ابو فلان ايش رايك نروح نشتري الشغله الفلانيه وما يرد عليها بالتلفون، ولا انا اخذت الشغله الفلانيه وفجاه تسمع صوت هرنات وزحمه وخلص المنتج. يعني هذه اعتقد انها تستخف بالمستمع او المشاهد وتقلل من قيمه القناه. طبعا يعني انتاج الاعلانات الدعايات هذه عمليه مكلفه، فاذا التاجر او الشركه اللي تحاول يعني تبث اعلانها وما عندها الميزانيه اللي تعتقد انه اذا قطت كم الف على هالاعلان خساره، فهو راح ينتجها بشركات الانتاج يعني اللي هي ميزانيتها قليله جدا، ونشوف هالنوعيه من الاعلانات. فبالنهايه مثل ما قال اخونا يعني الاعلان يعني له دور فعال في تغيير سلوكيات حتى المشاهدين، فكثر ما انت تبدع فيه كثر ما انت تجذب، وهذا يعني جانب سيكولوجي موجود في فن الدعايات. هذه نقطة مهمة دكتور محمود، ان عنصر الجذب في اي برنامج او في اي دعاية، شلون نقدر نلمس حاجات الناس؟ يمكن خلينا نقول هل نلبي رغباتهم او ان احنا كوسائل اعلام نفرض عليهم ما نحتاج ان نقول لهم او نوصله لهم، سواء كان باسلوب توعوي، سواء كان حتى تكلمت دكتور محمود عن الدراما هل هذه الايام عن البرامج، فهل نزولا الى مستوى خلينا نقول ما يطلب الجمهور او الارتقاء بالجمهور نفسه؟ والله شوف مع ظهور القنوات الفضائيه الكثيره اصبح التنافس هناك شديد في جذب الجمهور. يعني القناه الفضائيه تجذب جمهور، يعني خلينا نكون واقعيين، احنا قلنا القنوات الفضائيه اصبحت تجاريه، خصوصا القنوات اللي يعني انا شغله قبل لا ادش واعلق على هذه، لو نلاحظ يعني قناه الوطن او الراي هذول بداوا من وين؟ من الصحف، فكان يعني انا اسميهم بعض الاحيان فضائيات الصحف. معناتها شنو؟ ان الكادر الاداري والفني والاخراجي والتحريري موجود من الاساس عندهم منذ سنوات، فلما ايوا طلعوا على القناه الفضائيه نقلوا خبراتهم التحريريه الصحفيه الى مترجمه الى صوره، ترجمه الى صوره. يعني هني ما تعبوا مثل ما تعبوا اللي راح يتعبون القنوات الجديده اللي قلنا تاجر عنده فلوس قال افتح قناه فضائيه واطلع، هذا يبي لك كادر مهني، هذا وين يحصله؟ طبعا احنا ما ننكر دور وزاره الاعلام صراحه أكيد. كحكومه هي وفرت كثير من مولت الكثير من القنوات بالشباب، كثير من القنوات وقامت فيها، ولكن بالنهايه البنيه التحتيه لاي محطه فضائيه جديده يجب ان تبدا يعني من دراسات، من تحضير، كما قامت بعض القنوات الكبيره اللي لا زالت موجوده. ولكن ايضا هذه القنوات الجديده يعني يعطي العافيه تلفزيون اذاعه الكويت كوزاره اعلام، خرجت حسن، خرجتني، خرجت اسماء لامعه موجوده على الساحه منتشره بين القنوات القويه نسبيا، ولكن بعض القنوات الجديده ما نقول الكل انتجت ستاف قد لا يعتمد عليه، لا مذيعين ولا معدين، يعني اصبحت عندهم مهنه من ليس له مهنه. طبعا هذا دليل يعني شوفي ان بداوا يحسون الحين المحطات الفضائيه الجديده ان العمل الاعلامي مو شيء رخيص،
مو شيء يعني يستهان فيه. فالمشكلة إنه ما عنده يدفع، لأن إحنا معظم القنوات الفضائية الجديدة تحتاج إنه شنو، تبي جماهير. الجماهير ما تبي لأن هي عندها رسالة. أنا أكون واقعي معاكم، بعض القنوات الفضائية مهمتها والله أنا توعية، أنا تجارة. التجارة معناتها المعلن محتاج جمهور، وأنت إذا تبي جمهور لازم تقدم شيء البعض ينظر له يقول أنا لازم أعمل شيء يثير مثير مثلا. هذه المعلن يطلبها، مو يعني مثلا المؤلف ولا هذا، الكل ينظر وراء المادة. فالقنوات الفضائية الجديدة للأسف يعني إحنا نشوف أن المهنيين اللي يشتغلون فيها ما عندهم معايير إعلامية يمشون عليها. يعني لو تين مثلا في الأخبار، هل الدقة موجودة؟ هل الحيادية أو الموضوعية موجودة عند هالقنوات الفضائية الجديدة اللي تبي تدخل في جانب البرامج الإخبارية؟ هذا يعني ما تقدر تأخذ أي واحد من الشارع أو وهم أنا يعني أقولها، ولكن ما أنزل من قيمة طلبة الإعلام. حسن البحراني طالب بقسم الإعلام وتخرج ما شاء الله، ولكن قدر إنه يصقل مهنتها وخبرتها من خلال جانب العمل القنوات. يعني درس الأساس العلمي. القنوات الأخرى يعني أنت تدش فيها، المستفيد الأول أنا بالنسبة لي من وجود هذه القنوات الفضائية، يمكن أطمر على سؤال يمكن أنتوا راح تسألون فيه، أن أنا مستفيد وطلبتي مستفيدين من هالقنوات الفضائية. إلا شنو؟ لأن هي التدريب الميداني لهم، ممكن إحنا نمولهم الطلبة يروحون يشتغلون فيها وهذا يتدربون. فعلى ما يتخرج الطالب من جامعة الكويت يكون هو متدرب عند هالقنوات الفضائية، وهو راح يستفيد صاحب المحطة من الكوادر البشرية الموجودة وخريجين. بس من الخريجين نلقى 2-3 من الدفعة اشتغلوا بالجانب العملي، أما مكان باقي الدفعة نلقى مذيعين قد يمكن حرام نسميهم مذيعين. طبعا هذا مثل ما قلنا، اللي يبي ينظر للشهرة من البداية يبي يطمر. أنا صراحة أعتز في حسن البحراني كونه يعني ما يأس دش في قناة فضائية معينة وطلع وما زعل. يعني أنا أدري أشكرك كثير، لأنه فعلا يعود الفضل فعلا للدكتور محمود. يعني فعلا يعني يدش في مجال يدش وما يأس. يعني يوم أشوفه قاعد هنا ما شاء الله شوف يحاور ومرات برامج سياسية، ويوم أشوفه السوق الخضرة يدقل إيه لا تبارك الرحمن السعر الخضرة نعتمد على اعتماد كلي بالSNG. يعني إنسان عنده ثقة بالنفس وهذا زين. نعم، ولكن أستاذي هل بالنسبة أيهما إقبال أكثر، البرامج السياسية ذات الشد والجذب ولا البرامج الواقعية اللي تبتشي الجمهور ولا عمليات التجميل ولا غيرها؟ تجاريا كل برنامج معين بيستهدف شريحة معينة. اليوم وسائل التجميل بحاجة للدراما والأفلام اللي فيها بوكي، لأنه بتستقطب الفتيات أكثر. الأكشن والرعب والأفلام الإثارة بتستهدف الشباب. في منتجات معينة طبعا هالمعلن حابب يعلن عنها، هي بتستهدف هالفئة وهالفئة. فالمعلن بالتالي لازم يختار أي برنامج بأي وقت حتى يقدر يوصل رسالته الإعلانية للشريحة المضبوطة، أو ألا بيكون عم يهدر أو بيكون ما في كفاءة بحملته الإعلانية، يكون فيها خسارة مادية. أنا دكتور محمود أثار في بالي نقطة مهمة جدا لما تكلمنا عن الإعلان والبرامج، وسؤال موجه لكم أنتوا الاثنين. يعني خلنا نقول اعتماد خلنا نقول وسائل الإعلام على الإعلان في خلنا نقول كمصدر دخل لها لمتابعتها وتكملها، هل أن اعتمادها أن تبي تثير الإثارة معناتها مشاهدين أكثر معناتها إعلان أكثر، أو الاعتماد بشكل أكبر على مستوى البرامج اللي قاعد تطرحها بغض النظر عن أن هذا البرامج راح يجيب لي خلينا نقول نسبة إعلانات أكبر، فمدى اعتماد خلينا نقول القنوات على الإعلانات فتحاول تثير الناس أكثر على أساس يكون إعلان أقوى؟ قناة التلفزيون عندها ثلاث وسائل للدخل، أسهلها الإعلان التجاري. نعم طبعا الإعلان التجاري هو من أسهل هالوسائل. في عندها بتعرف أنت محطات التلفزيون اليوم تقوم بإنتاج مسلسلات وبيتم بيعها على مسلسلات أخرى، طبعا بحال هالمسلسل لاقى جمهور وكان في له مشاهدين. والمدخول الثالث اللي هو الرسائل SMS بالبرامج اللي فيها تشارك يعني مشاركة مع المشاهد. الإعلان التجاري هو أسهل وسيلة، وهي معادلة الحقيقة موجودة بوسائل الإعلام منذ الأزل. المشاهدة بدك تشوف محطة ببرامج ممتعة بدك مضطر تحضر إعلانات أكثر. محطات إذا بتلاقي لدرجة المحطات اللي بتيأس من الإعلان التجاري بتتحول 100% للSMS، بتصير محطة تيأس من الإعلان التجاري. بنفس الوقت وسيلة الSMS هي ما بيستلطفها المشاهد كمان اللي بيكون عم يحضر التلفزيون، فبيضل الإعلان التجاري هو الوسيلة الأضمن والأسهل. الإعلان التجاري
ما ممكن محطة تستقطب المعلن إذا ما كان في عندها جمهور. والجمهور ما بيجي إلا من خلال البرامج الممتعة، البرامج الجديدة. اليوم أي محطة بتحط برامج خليني أقول خفيفة ما رح تستقطب جمهور، تستقطب جمهور أبدا، ما رح تستقطب. فإذا معيار النجاح بالنسبة لأي برنامج برايك دكتور شو يكون؟ طبعا هناك معايير كثيرة بالضبط. يعني إحنا أنا أنظر يعني وأحيانا الجمهور يكسر كل هذه المعايير، وهي المشكلة إن الجمهور إحنا نسمع في وسائل الصحافة. يعني أنا صراحة أعاني كثيرا من بعض المحطات بعض القنوات يعني، ولذلك أنا بديت أحس إن يعني هذا شيء أقوله بصراحة إن القناة التلفزيونية الحكومية بدأت عندي أنا في هالزمن هذا حق عيالي وحق بيتي الأفضل. ليش؟ لأن هناك تفكر الحكومة فيها سياسة إعلامية واضحة المعالم هدفها مو تجاري مثل هذا. إحنا نبي قنوات فضائية مثل صحيح. هذه خاصة، لكن نبي القناة الفضائية اللي تحترم عقول المشاهدين. صحيح. زين كم قناة فضائية موجودة تحترم عقول المشاهدين؟ لأن هدفها مثل ما قال تجاري، هي محتاجة الدخل المادي ومحتاجة علشان أنت تملك الجمهور. المعلن مو مستعد إن شاء الله يعني قناة مشهورة، خلينا نقول أي قناة مشهورة في أي دولة من دول العالم، إذا ما عندها شيء يثير الجمهور من خلال برامج وتستقطب هذا الجمهور، هذا المعلن ما يهمه، هو مستعد يروح القناة من القنوات الفضائية الجديدة اللي يمكن توها طالعة، ولكن حط له برنامج لعب بالشارع. بالضبط. صحيح. حط يعني الكل قام يتكلم عليه. صحيح. هذا المعلن يروح هناك. يعني أنا هني هم أرجع ولوم المعلنين ولوم الشركات اللي تعمل دراسات من أجل تقدم حق هذه المحطة، ترى أنت إذا تعلن في هالقناة أو أنت تعمل هذا البرنامج في هالقناة أو تعمل هالنوعية من بعض المعلنين. أنا أقول لك ياها يعني من احتكاكي لبعض الشركات بالسابق، إن بعضهم هم اللي يعطون النصائح للمؤلف مثلا أو غيره، أو حتى شلون يصيغ السيناريو، أنت شلون تصيد السيناريو تسوي كذي، فأتي تقول له أنت ليش سويت هذا البرنامج؟ نعم. والله ما حد يتابعه. نعم. لازم أعمل شيء، أنا مضطر يا أخي. نعم. أنت هني قاعد يعني قد تسبب مشكلة في المجتمع. نعم صحيح. فهمة الله يعين اللي جاب التلفزيون يعني، واللي يتابع يختار الشيء يختار يعني. ولكن مشاهدينا يمكن طلعنا بخلاصة أن عقلك براسك وتعرف خلاصك، ولكن الشمس ما تتغطب منخل. القناة اللي تحاول تثيرك بأنها تنطر منك اتصال أو SMS، ثق تماما أنها تحاول أن تحرك ما بداخلك حتى تستغل ما بجيبك.